ما يقرب من أربعة مليارات دولار هي كلفة استيراد الدواء في مصر هذه الكلفة تضاعفت قيمتها بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ما ولد نقصا حدا في الأدوية وتزايدا في شكاوى المرضى الشركات المستوردة والمنتجة للأدوية صعدت من مطالبتها بضرورة رفع أسعار البيع لتعويض الأعباء الزائدة الحكومه استجابت بشكل جزئي لمطالب الشركات ولا يزال التفاوض جاريا بين الطرفين لتجاوز الازمه الشركه الاجنبيه لازم تكسب عشان تستمر في الاستثمار وتعمل استثمارات جديده ومستحضرات جديده ومكان جديد ومصانع والمريض المصري لازم يستطيع ان هو يتحمل الزياده دي والا هترفع إيه حت حت سعر الدواء وهتدي الشركات الاجنبيه حقها بالنسبه اللي هي المريض مش هيقدر يشتري التامين الصحي الاجتماعي الشامل ده وسيله مهمه جدا من وسائل الضمان الاجتماعي شبكه الضمان الاجتماعي زيه زي التامينات والمعاشات ومعاش العجز والشيخوخه والوفاه وغيره وده يقتضي ان انت بقدر الامكان تعتمد على هيكل غير ربحي ويحذر خبراء من تكرار الازمه الحاليه خاصه ان تراجع موارد الحكومه من العملات الاجنبيه وقله نسبه السيطره الحكوميه على مصانع الادويه قد يجدد ازمه نقص الدواء مع اي تراجع محتمل لسعر صرف الجنيه في مواجهه الدولار. وتشير الاحصاءات الرسميه الى ان مصر تستورد ما يقرب من 90% من المواد الفعاله المستخدمه في التصنيع الدوائي. وتشير الاحصاءات ايضا إلى أن الحكومة تملك أقل من 5% من مصانع الدواء عوامل عديده يراها مراقبون مسببه لازمه نقص الادويه في مصر ياتي في مقدمتها ان النسبه الاكبر من المواد الفعاله الداخلة في تصنيع الادويه او الادويه الكامله التصنيع يتم استيرادها بالعملات الاجنبيه اضافه الى تدني نسب ملكيه الحكومه المصريه في مصانع الادويه محمد صلاح الزهار سكاي نيوز عربيه القاهره